صار في تحسن بال 20 25 يوم، صار في تحسن، عرفت شلون؟ صرت اشعر انه برياحه بجري، صرت انا اقوم مثلا درج امشي بدال ال 10 امتار 20، بدال ال 20 50، بجي بوصل على الدكان بجيب حوائجي، عرفت شلون؟ اموري بخير وانا هلا بطريقي للتحسن نتيجه العلاج واهتمام بهالمركز، اهتمام فيني وبغيري يعني كمان. حولونا على المركز لهون، صرت كل نهار انا اجي لعندهم وبحطوا من عندهم مراهم وادويه ومعقمات وشاش وكذا، بيتعبوا. والله يجزيه الخير اللي اسس هالمركز هاد، كل الناس عم تطلع رضيانه ومبسوطه.